حقيقي. طيب يقال وممكن اللي قال هذا واحد خبل، يقول ان اللعبة ذي صعبة. تعال دخلنا على اللعبة ذي بسم الله. يقولون حصرية سوني جديدة اسمها ريتيرنال، وحدة جاية من الفضاء او عائدة من الفضاء، وحصرية سوني نقدر نعتبرها حصرية سوني الجديدة، لان ما شفنا لعبة حصرية ما اوكي. طيب شو بتقول انت مالز مورايلز ذاك من جسمه المكاد؟ شو السالفة؟ قبل نبدأ تسوون اللايك يا جماعة الخير والتعليق تحت، ونبغى نجرب اللعبة ذي بنشوف الصعوبة حقتها ونمزمز عليها شوي. طبعا مو تختيم صعب، لأن أنا مقبل على أيام حلوة جدا مع لعبة Resident Evil، فعشان كذا خلينا نشوف اللعبة ذي وش. ليش عبد الله سكيب للمراحل ذي؟ شو السالفة؟ على طول كذا طاحت، أكيد في قصة صح؟ يلا يا عدد بدأ الحلقة، أكيد في قصة أنا ما شفتها، لاني كنت اسوي تيست على التسجيل فكرحت علي القصه. طيب هذه تسميها قصه؟ اي نعم، هذه القصه، هذه البدايه، انه كيف طاحت في الكويكب هذا الغريب والعجيب في امره. طيب معي واحده ما ادري ايش وضعها، بس اني لاحظت حلو في حركه في عندي، هذه الحركه هذه طبعا التموج من احلى الحركات اللي ممكن تواجهها في اي لعبه، اللي حببني فيها اصلا لعبة هورايزن. عبد الله تراها من قبل هورايزن ادري، بس انا قصدي هورايزن حبيتها منها. هاجروا هيلياس، التوجه نحو بثي الظل الابيض. يلا راح نتوجه، يقولون لمت تنعاد من اول وجد وجديد، فانا ما ابي اتوهق قسم بالله، انها نكبت المعقبة نكبة، خصوصا بعد الغلطات الخايسة تعيدك من البداية. لا معي لا سلاح لا شيء لا عمات عين، انت كذا انت وكذا ونصيبك، وكل نصيبه على الله. وين الليث الأبيض؟ الليث اسمه عندنا. توجد في هذه الغابة أطلال حضارة فضائية. أطلال! أطلال تحت الماء. أطلال تحت الماء. حبيبي! حتى الأطلال صارت تحت الماء. وأساسات وجدران قديمة. الله أنا أحب الأطلال. حيل وحشتني الأطلال من أيام توم برايدر. يلا خلونا نشوف هنا، واضح ان اللعبة سلسة بشكل خرافي. 60 فريم يا حبيبي ما نقص لك ولا قطعة فريم، انت حبيبي تنعم بالفريمات الكاملة، ولا 4K بعد عز اطلع فيها HDR بعد، دي حاجة ما حصلتش اخوي. شوف شو هنا، وجدت كشافة أسترا متوفى اسمها سيلين. التحقق من الهوية على الخوذة، انه منو تعرف هي منو ذا يا ولد؟ سوالف ذا ستراندينج والحركات ذي واللفلفه اللي تلف معك شوي، سلاح حلو مسدس. لا يعني اللعبه فيها ترى سبل نجاه، يعني صحيح ان الموت تعيدك من البدايه على حسب ما قيل، بس سلاحي الابيض. التوجه نحو مصدر الاشاره ان شاء الله يما. طيب الحين بروح اخذ هذه اللي هنا، هذه وش هذه؟ الاوبليوت تشغيل التقنيه الفضائيه، ادخل البنك بيانات الاوبليوت. يلا السلاح يمدينا نطلق حاليا، بسم الله نواجه مين يا اخوان؟ هل اطلق على ذي؟ معقول اطلق على ذي؟ حرفيا معقوله. بعدين كذا كيب 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 كيب، ايش فيك متحمسة من الان؟ يعني اقول لا، مو على اساس ان الذخيرة تخلص. لا شو ما تخلص. طيب هذه وش هي؟ استر 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 عليه. هي بأي كوكب؟ تحليل ايجابي لاصلاح البذلة، يصنف ك السلفيوم. حلو السلفيوم، هذا الشكل اللي يطببها بالضبط، هذا اللي طببه، واضح ان صحتها رجعت، صحح البدله وصحح صحتي معاه. هذول شكلهم زعماء الكوكب، وبدأ من هنا ملزلز يتفلسف عليكم. نعم شكلهم زعماء الكوكب اللي زي ما تقولون احنا دخلنا على كوكب ناس او فضائيين، المفروض ما ندخل على كوكبهم، يعني على اعتبار انه غلط تدخل. طيب
بوابة بتقنية فضائية مؤمنة بآلية قفل. على مين؟ علي أنا. الله، أول مواجهة. إذا مت راح أعيدها من الطيارة اللي طحت منها. هذول ياكلون بعضهم بعض. وقفت علي أنا، شافني صح؟ لمحني بطرف عينه. وجدت حيوانات مفترسة الأخت. طيب حلو، وش هذا اللي طاح؟ دقيقة دقيقة، اصبر اصبر، استهدف بالله استهدف بالله استهدف بالله استهدف بالله. شباب شباب، دقيقة دقيقة، احنا وجدنا حيوانات مفترسة. هم وش يسوون معي تحديات ذي؟ شوف سوالف ذي، انك تحط لي حاجات امر من بينها، حلوة ذي ترى. ما اشوفها صعبة ذي. نشوف بعد شوي. اوكي، الادرينالين عندي رفعته. يلا ناخذها على المبدأ هذا، ان الموضوع الاول سهل. سجل الاستكشاف، استعادة. عثر على سجل المسجل اضافة الى بنك البيانات. حلو، شكل اللعبة قصتها غامضة. مو شكل عبد الله، الا هي قصتها غامضة. سجل الاستكشاف اتروبوس، الوقت المنقضي 30 دقيقة منذ اخر اصطدام. هذا تتكلم عن نفسها. مناطق كاملة من هذه الغابة تعيد ترتيب نفسها مثل أحجية متغيرة بعد كل بعد كل ايه؟ كلما وشو ذا؟ كلما عدت دقيقة لبروتوكول أسترا لن أستعد حتى أصل إلى إشارة البث. الله عبد الله، أنت رجعت؟ فأنت عالق هنا أيضا. يا ساتر، هي توجه رسالة أن اللي بيطيح هنا ترى عالق مهما حاول. لا أتذكر أنني سجلت ذلك. افا، ما تتذكر معناتها لوب؟ معناتها لوب صح؟ لا تقول، هي تدور في لوب وكل شوي وتنسى. لا عاد ذي كارثة اذا. طيب ما تسوي مسح؟ اللعبة حاليا يعني نقدر نقول استكشاف، هذا ما هو شيء يعني، ما نعطي حكم مبدئي حاليا. طيب وش عندنا هنا؟ بيانات البنك، الموارد والمعدات، استر عليه. وش حصلنا هنا؟ عينا معدات، قوات معادية، حلو، مسدسي. وهنا المعدات اللي معايا، السلاح المعدل اللي بدي اعدل السلاح. وهنا البيزا حقتي. وهنا الخريطة، واين اقع من الاعراض. طيب التقط، ليش ما التقطت؟ طيب هي المفروض تلقائي تلتقط، شنو صاخري؟ طيب وين المكان اللي المفروض اروح له؟ انت اخذت المفتاح، المفروض انك تروح حاليا صح؟ والله شوف كذا تسرع من وتيرة اللعبة. يو يلا استخدم مفتاح. والله شكله موجه رسالة قبل 30 دقيقة وتقول ما اعرفها. نجحتها ابو سالفتها اللي قبل شوي. طيب ضغط للاندفاع، اضغط للاندفاع اطول، اضغط مطولا. استر. طيب ما انا محتاجة، اخليها عادي، اقدر اخليها اجيها بعدين اخذها. القطها بعدين. حس. حلو. هذا من الزعيم نمبر 2. شدني وضعهم والله، زعماء الفلس. مسميهم زعماء الفلس. طيب هذه بوابة ممغنطة. واجهت نظام امان. طيب نفس، اهم شيء النفس مترجمينه. والله لك عليه النطة يعني. اسمع عليه. شوف هناك. لا هناك جيت انت. يلا. اديها ما ترحمهاش. يلا افتح البوابة دي بعدين نرجع لذيك الممغنطة. هلا هلا حبيبي، اشتقت لي من زمان عنك يا حبي. شنو من زمان؟ قبل شوي تكتي معانا. اوه يا عمري، في غيره. ليلى ما ليلى ما ليلى، غنى الهوى غنينا وياه. طيري طيري طيري. اوف اوف اوف، من اللي يطلق من هنا؟ اوه يا عمري. لا شوف هذولي تلعب معاهم صح، بس بيكونون مملين. بيكونون مملين اذا كل شوي تموت عندهم. جدا بيكونون مملين. ايش هذا اللي جيني منهم؟ اوكي. حرفيا براحة. يا الله. يا الله. البس. البس. خلاص طيب. اهدوا شوي ها. اهدوا شوي. اما كل شوي قاعد اذبح ذولي انا. والله انها خيذة. خيذة بما معناه يعني سالفة. للي ما يعرف الترجمة دي. تقعد كل شيء الترجمة بعد. متعود كذا انا.
يقول تسطيع عناصر خفيفة في حدوث أعطال للأعطال تأثيرات سلبية ويمكن عدم طيب يصير خير. اضغط باستمرار اضغط التقطة. اها فهمت شيء انت؟ عند الأعطال أثار طيب. تجي هنا عند البدلة وتلاحظ ان الشيء هذا جاك عرفت؟ فأنت الآن تكون عارف هذا الشيء عشان ما تنسى وتضيع. حلو. وهنا عندك المعدات الخاصة والخالصة التي يعني الله يحميك يا رب. تعال انت الحين شكلي بضيع انا. الحين الباب ذاك لازم اجي. الطاقة تأثرت. المفروض اخذ العلي يجري هناك ولا اسحب عليه؟ انا اقول اسحب عليه. حلو. انا اقول اسحب عليه لان احتاج تجيته صح؟ هذا رأي سديد اظني. اظن انكم توافقوني هذا الشيء. واللي ما يوافقني يطق راسه بالجدار. لا ما تعودنا عليك كذا قاسي علينا انت. لا انا احبكم مرة ترى. طيب صديق صديق انت رجعت يروح هناك الله يرحم لي والدينك ركز ما هي البوابات شبه بعضيها يا ولد هذه تشبه هذيك هذه تشبه هذيك بس اخترعوا حاجة اسمها خريطة اظن صح وتقدر تشوف فيها وين شو اسمه العلاج تقدر تشوف فيها البوابة اللي تروح فلا تسوي نفسك غشيم وحلها زينا أول مرة ألعب أول مرة ألعب الرجاء العذر والسموحة طيب دخلنا مكان آخر ما الله الله حلو هالمكان ايش حلو هالمكان الرائع عبد الله كآبة سواد وشو مكان رائع هذه قد يكون هذا هو الشعور الذي يبث إشارة الظل الأبيض. يا معود أنت لا تخوفيني بعد. واحد يلا يلا ينجو بنفسه من هالمكان ذا الغريب والمريب. يعني دائما أحب ترى الفضائيين والأشياء الخيال العلمي. لقد جربت كل شيء. يا ولد كلم نفسه. دائما ما أعود. شفتوا لوب تعود. هناك لحظة بين الموت والميلاد الجديد. حلو. كيف تشوفون الدبلجة؟ واقعة ما في مثل يا ربي لا تحاول تدور يا ربي أقوى شيء اللي ما يعرف يا ربي راح عليه نص عمره طيب ننزل تحت أختي يا ربي لا والله أنا اللعبة اللي منتظرها صح يعني ريتيرنال هذه لعلها لعبة واعدة ولكن اللعبة اللي أنا منتظرها صح هورايزن هورايزن الجزء الثاني يا معود الباب تحت انت شو تسوي هنا انت ما عندك احد هنا عشان تخاوي صح لا يكون اموت واجهت مفترسا معاديا مفترسا يما بسم الله الرحمن الرحيم شو ضرحني ذا ولد دقيقه لا تكفى الله يخليك لا مفترسا معاديا ها وش ذا قصة جديدة ليش مفترسا معاديا استنى ايش جابها هنا ذي خاف كذا اللعبة هذا الباب يفتح هنا انام ولد دقيقة لا نفهم انا وصار هل المفترس المعادي اذا قتل كل الناس؟ اذا قتلهم كلهم ما يخالف عادي انا مسامحه بس اذا قتلني انا لحالي فضيحه لا شكلها عبد الله لازم يقتلك هذا المعادي لازم يقتلك المعادي عشان تعرف ان اللعبه دي صعبه حس كذا يعني حس الناس كلها انجلدت هنا لعلي لست وحدي زي سيكيرو الزعيم النهاية تشوفه قدامك تذبح اللي قص يدك يمديك تذبحه حلو ويمديك بس بالاخير بيقطع يدك قاطع يدك قاطعها يعني فزي كذا لا ترقع عمرك اخوي انت انجلدت خلاص صح كيبورد لا هذا السجلات ايش اسوي دقيقة اختي نزلينا من المكان ذا ها الأخت ما تبغى تنزلنا. من هنا.
نفس الشيء صح؟ لا دقيقة، إلا والله نفس الشيء. البيئة لم تكن هكذا من قبل. تغيرت البيئة يا أم بيئة أنت، تغيرت البيئة عليها. دقيقة دقيقة يا ساتر استر، ده انتم الصغننين. ايوه السلاح قام هذول الصغيرين عبد الله، هذول الصغيرين. العود العود اللي همشني همشه ذاك وينه؟ هذاك اللي مخوفني والله مرعبين قلبي. ايش فيك اخوي تبي تهجم انت؟ اهم شيء لا تقرب منه. ايه عادي عادي هذه تموت بس هذيك لا. ما يخالف بس اهم شيء لا اهجم ذاك. المكان تغير، البيئه تغيرت. اوكي تحت في علاج. لا ما بيع علاج فل. شوف حبيبي اذا العلاج ما يفيدك بشيء لا تاخذه. الحين ذاك بيرجع لي ولا كيف؟ لا مكان جديد يا ولد. لعل الامور طيبه هنا. اكتشفت تقنيه جديده تعزز سلاحي باليه اطلاق بديله. يقول لك اضغط على R2، شو يقول لك؟ اضغط على L2 نصف ضغطه للتصويب، بعدين اضغط على L2 ضغطه كامله لوضع النيران الثانوي. اها كذا عادي كذا. شوف كذا. اوف 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 اوف. هذا مجرما سيقضي على ذاك الوحش العتيق. اوف اخواننا اخواننا توبت توب توبت اخواننا. الحين متى يشحن السلاح ذاك؟ اضرب 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 اخواننا 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 يا فضائيين. انا بحب الفضاء. اي المروح اللي يضرب هناك؟ وش ذا وش ذا يا عمي ذو؟ ايش هنا دور عباده ذا ولا شنو؟ يا ولد دقيقه دقيقه اضربه ما ترحموش. بس هذا 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 موترني. هذا وش ذا؟ لا مفول شف ومفول شكله ما يخلص ذا يا عمي. ذا ما يخلص. وهذا وش بعد؟ هي 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 يا فضائي يا عمي. الفضائيين من حولك يمينك ويسارك وخلفك وشمالك. يلا شوف ترى السلاح حقي انعبى خلاص رحت غلطه. ابلع سهل لانك انت تتحرش فيني. مستوى الحمل الزايد المحسن. شنو ديث ستراندنج يا حبيبي حمل زايد؟ هذا وش وضعه؟ ها؟ ولا قال اح ولا قال اح الكلب. طيب الحين انا اروح من وين؟ هنا انت جيت المفروض تروح البوابه ذيك المثلثه. طيب هذا وش وضعه؟ لا شوف اللي تحت هذا عادي اظن. خلنا نهج في الاخ افلخ. لا تتاوش معه، روح من هنا وكمل. منو 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 اللهم يك هو اشو. الحمد لله خفت. لا تطيح في البراكين اهم شيء يا اخي. ايش اللي حاصل هنا؟ ايش قمة الدلاخة ذي اللي عندي؟ يا ليل الليل. اوكي ليل الليل. ايه لا تفلها ها لا تفلها. طيب خلاص. يلا وين المفتاح وينه؟
خلاص اوكي خلاص خلاص يا ليزر. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. وش ذا؟ ساتر اللعبة ذي وش حط ايدي على قلبي انا. وين وين اختي وين؟ سونار هذا ولا شنو؟ لا يعيدني من الطيارة يوم تطيح. تجددت العلاج تجددت اي تجددت. والله اني قبطة ليش يا اخوانا ايه ده؟ ايه ده يا اخوانا؟ دي كورونا ولا ايه؟ دي كورونا ولا ايه؟ شكلها كورونا. اوف 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 عمي 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 القذيفة الموجهة الحمد لله زادت عندي. نعم خير شو اللي رجعهم ذولي؟ يلا قام يعطيك. وين الثاني يطلع؟ هو ما في الا هذا. هذا كيف معاه ذا الحين؟ هذا كيف معاه ذا؟ في ورا شيء. ما عنده الا علاج. اصلا كيف اقضي عليه؟ هل قضيت عليه انا الحين؟ يا عمي عليه حماية ذا. اعطيه بالضربة القوية. ولا قال لا. ولا قال لا. من ابو دارة؟ اظن المفتاح هناك تصدقون في البوابة اللي هناك. قصدي فوق. اظن الحاجة اللي بيها هنا. ايوه هنا حاجة اللي انت بيها عند دور العبادة. انت ما جيت هنا دور العبادة وشطفته قبل شوي الا. دقيقة خلينا نشوف شو هنا. حبيبي راح هناك تكفى الله يخليك قالوا لك هنا هنا. يلا شكله هنا الحاجة اللي انا بيها. وش ذا؟ سلاح الرمادي. ما شاء الله يا التقنيات اللي عندهم سبقونا بكثير. احنا لسه ابل ووتش ولا شذي. ما له دخل هذا الفضاء يا خالي. حصلت على سلاح فضائي المنشأ. يس تقنية البندقية القصيرة. حلو حلو. توني انا اشم نفس توني داخل اللعبة اشم نفس. طيب يبقى ازاي قول هلا هلا بالبنادق بالونادق هلا. ايوه خلينا نجرب على ذا. اضرب ضربتين بس حلوه من سلاح. اكتشفت جدارا ضخما خلفه اشاره الظل الابيض. مبروك. لا استطيع عبور الهوة حاليا. ساغير الاهداف واحقق في قراءه الطاقه في الغابه ان شاء الله. يما سجل الاستكشاف أتروبوس. أتروبوس. من أطلق البث؟ أنا. هل ترى الظل الأبيض؟ هذا شيء لا يعرفه غيري. اخس. والآن أسمعه مجددا من لا مكان. أنت مشكلة. تورط المستشارون. ولكن كيف علموا؟ علي تصديق أن هناك إجابات عند الإشارة. هيضربوا هيضربوا الفضائيين يا كفرة. الفضائيين يا كفرة. الفضائيين الكفرة. احذر يا ولد يا ولد. ولد وراه قرب مني ذا. انحشرت انحشرت. راح راح اطلع روح روح الساحة الساحة الساحة. الهجة الهجة. الكلب وجهها علي على الباب. اي اي يا فضائي اي يا فضائي خليك هنا خليك هنا يا فضائي خليك هنا يا فضائي. اي احب الفضائيين انا اموت في الفضائيين انا تعال. وانت تعال والله ما خليكم والله ما خل. يا عمي تحدي هو الغاز هي. يا عمي يا عمي دقيقة دقيقة. الله يسود وجيهكم الله يسود وجيهكم الله يسود هالوجيه الخايسة. انا وش فيني وش فيني احتريت. شوف شوف الكلب اللي يرمي من هناك طيح لي رمي. تعال انت اللي في البوابة في البداية تعال.
ايش الرفسه ذي؟ ايش صار في السلاح حقي هنق؟ قوري 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 تعال ضربه. شوف الواسخة اللي هناك، الواسخ انا اسميه، تعال يا الواسخ. متى يصير فيها حفظ اللعبه ذي عشان نعرف يعني نرتب اوراقنا؟ كذا ما يصير، كذا بجلس على قلبي. تجلس على اعصابك قصدك. اح وش اللي لمسني ذا؟ وش ذا؟ ستاره، ستاره فضائيه. طيب الحين كيف؟ ما فيهاش كيف. عادي طبيعي تصير تصير. ايوه وشو ذا؟ لو بليوت حقي غير كافي. ليه؟ ولد والله على بالي انه كافي. المفروض اجي من هنا. ايوه هنا ما جيت. كل شوي الاقي ربعي. قمت بالتفاعل مع نسخ اخرى. النسخ الاخرى ميتة منها هي، هذه هي. اخشى ان اعيد تجربة التفاعلات ذاتها. شكلها ماتت. شوف كل مكان تلقاها ميتة تعرف انها اندعست. لكن اهي حقا انا؟ يا عم اليد تهتز. اللعبة ذي يبيلها واحد يلعبها بوقت غير رمضان، والله يلعبها بوقت غير رمضان. بس انك تشوف ليالي سودة. تعال 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 يا حب تعال. طع وخس يا هالآلي، طع وخس. ايش في ايش في ايش في ايش في؟ احنا نتهور اوكي بس ما ندف. ها ما ندف. ها يشرج السلاح ذا. تايب سي سريع مرة. تعال والله ترى ما لي خلق. ها لا بيصير لك خلق. الكائنات الفضائية تقول بيصير لك خلق. وش السلاح ذا بيطير سلاحي؟ إذا بضرب على راح ترى انا ما ايم بدون ايم. ليش احتاج ايم اصلا؟ انا بحب الكائنات الفضائية. بس واحد مات يا شباب. اتسحر يلا عندي بيضة تاكون تايتن. والله مالي خلق. شنو مالي خلق؟ مالي خلق اتهاوش مع كائنات فضائية. كفاية الناس اللي عايشين معنا الفضائيين في العالم هذا. يلا عرض توضيح مستوى المهارة. عندنا مهارات؟ مبروك يا رجالة اكتسبنا مهارات. يا فضائيين يا فضائي. هذه ممكن يحتاجها قبل شوي. فين الفضائيين؟ انا بحب الفضائيين. بيجونك ابشر. تكفى الله يخليك. تعال كل ما نبت بالسرير هنا الاعاده تكون منام. لعلها هكذا. بعدين هذه ايش سالفه البلوره؟ دره وبلوره. نبي آدمي بشري كذا تفاعل وياه. يا ساتر هذا واحد منهم اللي لهم تماثيل. فضائية على جثة مستشار يشير المسح إلى إمكانية تكبير البذلة. والله أوف. جهاز استشعار عليهم على الفضائيين. يا فضائيين أنا أحبكم أوي. تبدو آمنة لإعادة الاستخدام. جماعة اللي ما يقدر يحط 4K لا يحط 4K ترى ما أنت مغصوب. 4K هذا متاح للي بيتابع 4K. تم تكامل النظم. اللي نت ضعيف يحط اتصال 144 بس ترى ما راح يسمع الا صوتي. بشوف بكسلات. طيب ام النظم انت يا خطيره انت يا اللي مدركه ام الفضاء. انت ما ارسلت سنة لان انت اقوى واحده في العالم. ليش ارسلت انت من ضمن كل البشر؟ اه ايش معنى ارسلوها من ضمن كل البشر؟ شوف شوف الرحنة. واو انتقال الاني من نقطة الى اخرى. حبيت مخرج الموقع ثابتا. الحمد لله الشكر. معركة معركة على الحب وعلى الغشمارة. ايش فيك ايش فيك؟ اهدى 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 اهدى. لا في لا معارك ولا شيء. انت تدور المعارك بس انتبه منها.
أجل النظم صارت معي الحين، أقدر أروح الحين نقطة ألف نقطة باء، يلا أرجع للنظم القديمة هذه. أيوة اللي راح تديني لفوق. للأمانة اللعبة بلها رواقة، لا تلعبها وانت صايم. يلا انتقني هناك. آها حبي. لا 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 يا فضائيين لا. لا 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 شلون بشرج ذا الحين؟ ابي اعرف متى يحافظ ذا البلية. اختي خذي بس. لازم تسوي مسح، تعرف كل شيء انا تمريت فيه في الوضع. عبد الله القصة لي تجذب تبكي يعني بالاخير، والله اعتقد اي. احس كذا فيها بكاء. احس انها بتلاقي كل اجسامها الميتين اللي سبقوها في العالم هذا. زين؟ ولما تشوفهم كذا كلهم يصحون يروحون يقتلونها هي الصدقية. شو القصة ذي لبريال؟ يمكن انا اقول. طيب. يقول لك ادري بدري يا مخ! توكم تعلموني الحين في مسح. يعني انا واصل الحين تقريبا لاعب لي 30 دقيقة، توكم تعلموني في مسح. والله مشكلة كبيرة الناس هذه. اللعبة اللي تعلمك بعدين وانت بتكتشف الشيء. طيب هنا وشو؟ اكتشفت تقنية فضائية المنشأ تنتج أجهزة أخرى. طيب يعني أنت الحين تبين تجمعين الأشياء دي صح عشان تفتح؟ يعني احنا مو عارفين يعني نجمع الأشياء دي. دقيقة خلينا نشوف. هذه قارورة إصلاح كبيرة. أوكي هنا هنا نصنع. يا قوية. وهذه مدري احركها، يقول لك مدك تحرك. لا غلط، هذه محتاج، هذه محتاج. خلاص يعني سويت واحده الحين يا عمي. خلني اقدم الحين قدام اشوف شو يسوون. يا شباب دقيقه، اكتشف دليل على لغه بدائيه فضائيه. بدائيه افتقر حاليا الى لوازم فك هذه الرموز الفضائيه. بدائيه اكتشفت جزءا من لغة فضائية المنشأ. بدائية فريدة. ما لا دخل فريدة، ما لا دخل، ما لا دخل، هذا شيء ثاني مختلف. ايوه يا عمي انا كل هذه مشيتها. نبارك لبعضينا. طيب البوابة دي ما تقدر تروح لها. قراءة طاقة غريبة. وضع علامة على خريطتي. هولوغرامية تحمي هذا المكان من الأوغاد أمثال. يلا يلا يا ولاد، يلا يلا يا حباب، يلا نتهاوش حنا مبسوطين. حبيبي كذا استدرجهم للخطيئة. شفت وراي بالضبط، لابق بظهري. هو وينه؟ ول ول يا عمي اصبر يا حج. بعد ذا يختفي وتنقل. على نفسيك، على نفسيك، واعطاني طاقة. شلون يقولوا معي طاقة؟ وراني يمشي زي كذا. ولا يقولون ما تاخذ طاقة. والطاقة ذي اللي اخذتها. يا الله. زين. هذا بيتكاثر ولا يتولد ولا لاحظت شيء؟ يطلع يمشي. الله اكتشاف عظيم. عبالي اكثر من واحد انا. هذا منو اللي يفتر تحت لونه برتقالي؟ هذا انت، انت يا ذكي. اوكي محتاجه، محتاجه بقيله. ما اقدر اشيلها معي بجيبي. المفروض اقدر اشيلها معي بجيبي يستفيد منها فيما بعد. هذه اللي اجمعها. حيقول لك اضغط ار1. هلوبي هلوبي. يعني العلاج اقدر اخذه معي. خنجر اح. بسم الله. العلاج اقدر اخذه معي. يلا يا ولادي. لو تلاحظون ما مت الا موته واحده ولا لا الحمد. الله خذي يا معوده.
وعلى طول ازرط ذاك الوحش. يلا يلا قال يا حبيبي تبي سلاح جديد انت؟ ادي له واحد وحش. ادي له واحد وحش ما يرحمش. يا عمي ببلع ريقي. طيب هي هي يا مهذب انت. خلاص انت سيد الناس، انت سيد الفضائيين. عمي اضرب بالله بذا ولا يكتب. اكتب 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 لك كذا. انت دردش معاك بس لا يجي احد معاك، لاني انا شفت بالتريلر يجون اكثر من واحد بوقت واحد باكثر من هي والله يا قوي. وحش وحش الحجاره ذا، ترى باقي له بس انفخ عليه. خلاص وحش الحجاره ذا سميه. اي حمار اي حماره يا عمي. في بوابات يقول لك ما تتبطل الا لين تقتل زعيمها. بشوي شباب ها بشوي شباب. الله هذا اللي يعطيني حفظ. ها منو ذا؟ يبدو مطيعا بالله. هين يا المطيع. تعرفين انت مطيع. ايه تستاهلين تستاهلين. نعم تبا له شرير والله. كائن فضائي هذا ذكرني يقوي المناعة ويضعف بذلتي. يا ساتر طيب تخلص منه كيف؟ ها ها هذا انت منتهينا قبل يا الخابلة. شوفوا ماتت هنا قايل لكم خابلة على اكثر من جدول. طيب دام انه يضعف البدلة كيف نتخلص منه يا شاطرة؟ سنعرفه فيما بعد. هذيك الخبلة ماتت لانه ضعف بدلته وماتت، لكن ان شاء الله انا ما راح يقدر يضعف بدلتي. ما تنسوش لك يا اولاد ولا هرسلكم للفضائيين. طيب مبقى الحالي. يقول له تعديت 3 مراحل راح يحافظ. اوكي ان شاء الله نخلص المرحله ذي عشان يحافظ، لان تبي تعيد من المركبه الفضائيه اللي في البدايه. معليش الوضع مين؟ انا قلت مين؟ انا قلت مين؟ عاد قلت لا لا عاد لا عاد لا عاد هذه مسخره حبيبي. خلص على ذولي الزقان. عيد تفاهم مع تعال 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 يا تبنت. اوه اوه يقرا. ها 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 ها. يا عمونا يا عمونا لا لا جايه بعد جايه. خالي خالي دقيقه. خالي 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 الله يقطع مداك الوسخ. من وين من وين من وين؟ المركبة حقتي طاحت وين؟ والله اللعبة بلها وسعة بال يا جماعة. إعادة كذا من البداية وكأن كل ما جنيتها وراح سدى. هذه كذا اللعبة كذا حبيبي تعذيب. أنت تبغى تعيد اللعبة يلا ابلع موت ارجع من البداية. وأنا شفني كل شوي جالس أرجع ما استفدت اي حاجه. فيا جماعه هذا كان انطباع عن لعبه ريتيرنال. ما راح يمديني اختمها طبعا، يمكن العبها بث مباشر على تويتش احتمال احتمال لا، ولكن الاكيد يعني ان التختيم الجاي راح عندي راح يكون ريزيدنت ايفل فيليج. فهذه اللعبه يبي لها وسعه بال يبي لها طوله بال. اموت اعيد اموت اعيد، خصوصا اني انا جالس العب واسجل على هارد عندي في يمتلي الهارد كل الحين مسجل تقريبا فوق ال 200 جيجا 200 جيجا بس اللي قبل شوي راح. فما بالك لو بلعب كل شوي بلعب كل شوي. حالتي حاله يا جماعه. بقعد بجيب لي هارد ديسك 100 تيرا وقعد كل شوي اعبي فيه عشان اللعبه ذي. خيذه خيذه. فيعطيكم العافيه على المشاهده، شكرا لكم. للامانه يعني صح ان سعرها غالي شويتين، يعني ما ادري ايش فيهم كذا رفعوا اسعار الالعاب. المفروض اسعار الالعاب يا اخي في متناول اليد ترفع زياده. يعني احنا عندنا الستور السعودي زايده $20 على السعر، لا كم؟ $10 على السعر العالمي. فالله يعين. فشكرا لكم على المشاهده، لا تنسوا اللايك، ونراكم ان شاء الله في فيديو قادم على هذه القناه الجميله والرائعه والتي أنت أحد مصطفيها. حلو حبيت دي والله أحد مصطفيها، لازم أقولها دائماً.
السلام عليكم. سمعنا الاوتر يا مدير. نحن مرزازون، نحن كالبازون، مرة اكشن مرة في غابة امازون، تاخذنا المطبات حين جيل الطيبون، نتخلي الرعب يستولي وانتم تلعبون، تبغى الشاي لا تنسى كاس الليمون، ها شيبنا من لعبة انت اللون، الوضع في تهور وما هو مضمون، مع كبيرنا عبد الله دوما سعيدون.